الوقت 7 الصباح، المكان أطول فروج في المدينة فين ساكن. حيت نتا خاص قاع، أكيد أطول فروج هو اللي غيجي في طريقك. مقرفت ومريح وكافييني وتتسمع للراديو باش تيستراكتي عقلك، ولكن عقلك داك الصباح قال لي عقلو يسولك كيفاش نتا غتبقى حياتك كاملة تدي في هاد الطريق وتجيبها. تتصيفط نفس الإيميلات العبيطة كورديالمون، تتجلس في نفس لي ريونيون اللي كان ممكن يتلخصو في ميل. الفاكس وقف عليه الله من الخدمة وانت باقي. الناس تيتسناو في الجي تي اسيس وانت تتسنى في لابخيم اللي عارفة راسها فين غادية قبل ما توصل. الناس جمعوا لي ديستيناسيون اللي مشاو ليهم وداروهم هايلايت في انستغرام، وانت ما جمعش حتى تقاشرك. تتسائل واش اللوم الثورة الصناعية والرأسمالية هما سببي في عذابي، ولا جدي اللي ما شراش الارض فاش كانت دايرة 60 ريال للمترو. من باب الاحتياط اخا لومهم كاملين. عموما انا غنحاول نجاوبك على بعض هاد التساؤلات قبل ما يشعل الخطر. نوطا بيني، الناس اللي تيديروا لي ديستيناسيون هايلايت في انستغرام راه تيعانيو من نفس الخلل العقلي اللي تيعاني منه الاغاش اللي متيقن الدور. حسب دراسه دارها واحد العالم ما قدرش ياخذ اوتوريزاسيون دو سورتي باش يجي يقول لينا سميتو. في عصر الفراعنه العظماء اللي كانوا مهووسين بالموت اكثر من الحياه، او تلمو مهووسين بالحياه بغاو يعيشوا هنا والتالي. المهم الخدامه اللي كانوا تيبنيو الاهرامات اللي عباره عن قبوره في اي بي، ما كانش عندهم الكونجي بيي والويكاند راحه، ولكن كان عندهم واحد الشكل من اشكال الاغاش اللي انا وعلماء الاركيولوجي تيبان لينا انتريسون، بحال هاد الروجيستر او لائحه الحضور اللي في عمرها اكثر من 3000 عام. هاد الحجره كانوا تيتقيدوا فيها سميات الخدامه اللي حاضرين اللي من كاين واسباب الغياب. كان عندك الحق تغيب من الخدمه الا امك مريضه، عضاتك عقربه، ولا مات لك شي حد من العائله وخاصك تمشي تحنطو. الخدامه كانوا تيتخلصوا بالخبز والبره، هذا كان هو النظام الغذائي اللي جاري به العمل. الا بغيتي شي حاجه اكثر من هكا خاص تكون عندك شي مهاره ولا برودوي دو فالور. وحيت ما كانش ديك الفتره الطبقه المتوسطه، بنادم كان متعايش مع الجلوتين. في الوقت اللي الفراعنه كانوا مكسلين في القصوره فوق الحرير، تاكلوا في الفواكه اللذيذه، يتفرجوا في الراقصات، وتخيلوا اشكال هندسيه لاهرامات كبر من الليغو ديالهم. الطبقه الكادحه كانوا تحت الشمس الحارقه بلا كاسكيطات بلا بروتيكسيون سولير، تزرعوا الاراضي ويحصدوا، حيت الاقتصاد كامل كان مبني على الفلاحه ولاعبين كاشكاش مع العواصف الرمليه. الا ما خدمش في الفلاحه غالبا غتكون عاطينك التصبين في النيل. وما تحقرش هاد لاطاش، راك انتي تتفرك وحاضي لا يخرج لك شي لاكوست يتكبد بيك يديرك كلوب ساندويتش. وحيت الفراعنه كان عزيز عليهم يكتبوا تويتات بالهيروغليفيه يشغلوا بهم العلماء اللي مسالين قبهم. كان عدد كبير من اليد العامله تيتكلفوا غير بنبات البردي اللي تيصيبوا به الاوراق فاش يكتبوا. وما نساوش صناعيه العود اللي كانت خدمتهم هي يقادوا الادوات الفلاحيه والمنزليه بحال الكيسان، الزليف فاش ياكلوا، والصنادل، حيت المصريين القدامى اختاروا لافياناس قبل ما تختار البيديكور. هاد الناس كاملين كان مطلوب منهم يوقفوا كل نهار يديو لي طاش ديالهم بدون كلل او ملل او شكوى. ديك الفتره الا شي حاجه ما عجباتكش لوي رايك مزيان وحطو في صندوق الوصف ديالك. في نفس الوقت حاضين مع النيل اللي كان داسر وتيفض عليهم كل عام. وفاش تيساليو هادشي كامل ويبغيو يرتاحوا، كيفيق شي فرعون يتفرعن عليهم ويقول لهم يلاه نوضو بنيو ليا شي قبر كبر من اللي سبقوني، وبيتو يكون شوكه راه بنادم تيموت هي مره واحده في حياته. الا كنتي اخا في هاد اللحظه تتسائل واش الخدامه في مصر القديمه كانوا ظروفهم احسن منك، اش هاد السؤال العبيط؟ اكيد كانوا احسن منك، وغادي نقول لك علاش. اولا عندهم الحق يمنكو الخدمه الا عضاتهم عقربه، انت ما تقدرش تستعمل هاد العذر حيت عندك داك الكوليك البرقاق اللي غيمشي يجري عند الاغاش يقول لهم كذاب راه عضاتو غير شنيوله تلاقات معاه خارج مع 5 الصباح من لوطيل في مراكش. ثانيا كانوا تيتخلصوا بالخبز والبره كو دوموند لو بوبل، نتا تيعطيوك غير الفلوس ويطاكسيوك عليهم ب 38%. ثالثا كانوا تيضربوا البره ويخدموا في الشمس وتيقيقت، ومع ذلك جابوا لعبارة الاهرامات هو هذاك. نتا تتشرب غير المياه العذبه، تتكتب للاكس ميساج كله اخطاء مصباعيه، دافينشي كود وما يعرفش يدير ليه تفسير الاحلام. من الفجر حتى المغرب كان هذا هو المانترا ديال العصور الوسطى. هاد الفتره كان فيها واحد التغيير في نمط عيش الطبقه الحفاره، ولات نوعا ما استقلاليه عند الخدامه او البيزنس. الفلاحه هي اكثر خدمه وفرات هاد شويكوك الحريه والفليكسيبيليتي، سواء كنتي فلاح في ارضك ولا خدام عند الناس. غالبا خدام عند الناس، اش يسحب لك جرتي معنا حتى العصور الوسطى صافي صوفيتي وغدير ديالك. تي زوغير كانوا هما من الفجر حتى المغرب، ما فيهاش نقاش، السوايع طوال الخدمه، ولكن على الاقل الطبيعه
الام هي اللي تتحكم فيك وقتاش تبوانتي، ماشي المشويطه ديال المستبد اللي تطورت اليوم ولات سميتها الباج. الفلاحه كان فيها طلع وطال طوال، حيت كان عندهم الاوف سيزن على حسب شنو زارعين امتى غيحصدوا والتغيرات الجويه، ماشي بحال عند الفراعنه كانت الخدمه العام كامل. فهاد الفتره الربيع ديال الحرث ويلوحوا الزريعه، الصيف ديال تربيه الكسيبه وتقابلش زرعتي، الخريف تيكون فيه الحصاد، يعني كل شيء خصو ينضم ويعاون، والشتوى هي فين تتبلاني وتجد العام الجاي ودير المانتونس للماتيريال. واخا الظروف كانوا اقسى من الظروف اللي غنى عليهم ستاتي، على الاقل عندك وقت فراغ للزهون النشاط الا ما قتلكش الطاعون. تاريخيا فتره العصور الوسطى هي اول فتره الخدامه فيها يكون عندهم الاختيار وقتاش ما يخدموش. الصيف كانت فيه بزاف الايام عطله، الناس توفر عندهم الجو والماونه باش يحتفلوا، وحتى الكالندري الديني كان فيه الخير والبركات المناسبات علاش يحتفلوا. والشتوى حتى هي كانوا فيها ايام الراحه، يعني بيزنت في العصور الوسطى تاخذ كونجي في العام كتر منك انت اللي كادر سوبيريور ما معلقش في الحيط. يقدر اليوم يبان لك هادشي عادي اخا، حيت الراسماليه مشطحاك تضل تجري وتبات تجري باش تكونسومي كتر، ولكن الكونسيبت ديال ان الوقت عنده قيمه كانوا يلاه بداو تيستوعبوه ساعتها. وبلا هادشي ما كانش الانسان غيتطور مع الوقت ويخترع حاجات بحال السميق والخلاص الساعه. في العصور الوسطى الناس ما كانوش قاريين حيت ما كاينش اللي يعلمهم واصلا ما محتاجينش. كاين لو بريتر في الكنيسه تيقول لهم اش مكتوب في الكتاب الوحيد اللي مهم في الحياه، وتيشرح لهم كيفاش خاصهم يعيشوا ويفكروا. ولا الفلاحه ماشي شي حاجه اللي نتاخا انتغسي بها، توفر الاسواق في الفيلاجات والمدن اللي بدات تنتعش في ذاك الفتره فتحوا الباب لخدامي وحرفي اخرين بحال الحداده، الخبازه، الصياده، واللي تيخدموا الجلد وزيد وزيد. هاد الناس داروا الدي اي واي قبل ما يعرفوا البوهيميين سكان بينترست. كنتي تقدر تكون معلم الى عندك الماتيريال، ولا تخدم تعلم وقت ما طلعت لك ديك الحرفه في راسك ممكن تبدل لحرفه اخرى، وما عندهمش لا روتريت تتقعد نهار اللي تتقعد تحت الارض. ما كانوا حتى شي تنظيمات رسميه ولا قوانين تتاثر هاد الشيء مكتوبه، غير الموتيفاسيون انك تعمر كرشك كانت كافيه باش الناس يخدموا مع بعضياتهم ويتنافسوا باش يسقلوا الصناعه في ديهم. غتسولني ايوا والعيالات اش كانوا تيخدموا؟ غنجاوبك لاش تتسول اخا على العيالات، كنت حشم. ديك الفتره كانوا العيالات مازال ذكيات، تيقولوا للرجال غير سيروا قديو حنا بلاصتنا في الكوزينه. بيان سور ما نساوش ادوارهم البطوليه في الملتي تاسكين، تتحل بالبقره بيد وتحرك القدره بيد، تتولد بلا سيزاريان وتقطع عليه الحبل السري بسنانها، تتربي عليه الكبده بكل شجاعه واخا عارفه محال يفوت سبعيا، الا ما داش الطاعون غتدي الطبه اللي ساكنه معاهم. ولكن واخا هكاك كانوا الناس اوبتيميست، تيشربوا غير البيره حيت الماء موسخ، تيحتفلوا بالحياه ويزهاو مور الحصاد. دابا سؤال، واش البيزن العصور الوسطى احسن منك؟ اكيد طبعا نعم، بنادم كان عنده غير راسو ورزمه جمع فيها كاع داكشي اللي تيملك، فين ما قيلات لي يزيد. انت غرقتي كريديات وفرشتي الدار وشريتي الكوفرليات من ايكيا، الا بغيتي غير تبدل الخدمه ولا المدينه غتحتاج تعيش اكثر من 160 عام باش يلا تقدر تخلص اللي عليك وتعاود من الاول. ما عرفتش واش سمعتي ديجا هاد الخبر، ولكن الثوره الصناعيه اللي بدات ما بين القرن 18 و 19 شكلات حدث مهم في حياه الانسان. بلا الثوره الصناعيه ما كانش بنادم غيشرب الماء نقي ويلبس حوايج تستر مصاصتو اللي راهم من بعد في انستغرام باختياره. ما كانش غيلقى لي زونتيبيوتيك والجلبات اللي غتخليه يرفع من متوسط العمر يولي يعيش حتى 100 عام، وما كانش غيصنع السلاح والطائرات الحربيه باش يرتكب الابادات ويلعب ايغويا كبر من ايغوك. هاد الفتره عرفت تقدم هائل في التكنولوجيا، الماكينات جعلوا الخدمة اللي كانت تدار باليد أسهل وأكثر فعالية، اختراعات بحال المحرك البخاري، ماكينات التكستيل اللي رجعوا الحوايج رخاص وأكسيسيبل للناس، ماكينات الحصاد والحرث اللي سهلوا خدمة الفلاحة ورفعوا من الإنتاجية، السوندات باش بداو الدول تحفروا على البترول، توماس إديسون شعل أول بولا، وغراهام بيل ضرب أول طيطة بالتليفون، وقلعت أول طيارة في السماء. الحركة الاقتصادية والرواج اللي بدا في هذه الفترة كان قيمة مضافة ليد العاملة، ولكن ماشي بهذه السهولة. لا يتسحب لك شخا صافي فلتي من الطاعون لا فيبال، ولا خاصك تقاتل باش تخدم. دابا في عوض ما تفيق مع الفجر وتحرط حتى المغرب، ولا خاصك تفيق مع الفجر وتجري للموقف حدا لوزينات باش يختاروك وتخدم داك النهار، ولا ما تعزلتيش بقيتي بالجوع. لي زوغيغ ديالك ما بقاتش تتحددهم الطبيعة والفصول، وليتي غادي مع الدورات الماكينة، كيف ما دارت خاصك تدور معاها. وليتي تضرب 12 ساعات الخدمة كونتينيو ولا أكثر وتترتاح النهار الحد بحالك بحال خيسوس. نسى شي حاجه سميتها البوز ديج، نسى دوك الايام والشهورات الزهو اللي كانوا الانسيسترز تيكونجيو فيهم. حتى من الدراري الصغار دخلوا يخدموا في هذه الفتره،
قبل كانت البنية ديالهم لا تسمحوا يخدموا لا في الفلاحة لا في البني، دابا إيديتاتهم الصغار مناسبين مع الماكينة وليتي تتبعد على فراش كباش تخدم. مدن صغيرة تتبنى حدا المصانع والمينات والشنطيات تبني السكة، وبنادم تيجي يقلب على راسه. أغلب المصانع كانوا دايرين سياسات من الحيتو للقم ليه، الشركة مع من خدام تيوفروا لك الساكن حداهم وتتشري من الحانوت ديالهم بالبنات اللي تيعطيوك مقابل خدمتك. راه كنا هضرنا على هذا المونوبول في فيديو البنان في الأمريكان. بيان سور كان ممكن تفادى هادشي كامل الا عندك الزهر وشي قرايه تدخل بها فلوس حقيقيه بحال طبيب ولا محامي. ثمن العيالات خرجوا من دور كوزينتك وخرجوا يخدموا. فهاد الفتره تشكلت حتى الحركات النسائيه، خصوصا الموفمون المعروف اللي بدا في الانجليز سميتو سوفراجات. هاد الجروب العيالات كانوا مستعدين يموتوا باش ياخذوا الحق في التصويت. ربطوا راسهم بالسناسل قدام البنايات الحكوميه، داروا اضرابات عن الطعام، وحده منهم تلقات كاع العود تيجري وسط السباق الخيل. العود تعجب كيفاش هاد المراه مهم بالنسبه ليها حتى لهالدرجه تختار شكون الراجل اللي يتحكم فيها ويقول لها اش دير. ما وقفش بزاف يفكر في الجواب، السيد تبعو سباق رفسها وكمل. فهاد الفتره حتى الناس اللي ما كانوش خدامين في لوزينات كانت حياتهم غاديه اون باراليل مع لوزينات. عمال البلديه تيفيقوا بكري يشالوا الضوا في الطرقان اللي تيدوزوا منهم الكاميوات، البيران بدلوا الوقت ولاو تيحلوا فاش الخدامه تيساليو. حتى من بائعات الهواء الخالي من الاكسجين كانوا تيخرجوا الزنقه ملي تيطفى الشومينات لوزين. قاعد الرواج كريا مناصب جداد، مول الشكاره خاصو مدير، والمدير خاصو سوبرفيزور، والسوبرفيزور خاصو اللي يطبل ليه وهي غاديه. النتيجه ديال هادشي عطاتنا لا هيراركي. بيان سور بعض الناس ما تقبلوش بسهوله التطور، وبانت ليهم الماكينه عدو ليهم. داكشي علاش مجموعات كانوا تيهجموا على لوزينات ويحاولوا يخربوا الماكينات، وتخترعت كاع كلمه تتوصف هاد التكنوفوبيا اللي تيعانيو منها. ما يمكنش نهضروا على هاد الفتره بلا ما نذكروا اكثر انسان خلق الفرق في نظام التجميع، هنري فورد. الاغلبيه تيعرفوا بصناعة الطوموبيلات والانتسيميتيزم، ولكن أفكاره كبر من هكا وتأثيرها بدل المجتمع اللي عايشين فيه اليوم. ذاك الفترة حقوق العمال ولات كلمة يعرفوها الناس، وتشكلوا نقابات باش يطلبوا بهاد الحقوق، ولات الخدمة بالكونترا وتكتبوا قوانين تتحدد وتحمي الخدامة وتكريا السميق أو الحد الأدنى من الأجور. ولكن واخا هكاك كان مازال بزاف ما يدار. في 1914 شركة فورد موتور غادي تعلن على سياستها الجديدة، نقصوا السوايع الخدمة ل 40 في السيمانة 8 سوايع في النهار، الويكاند روبو والدوبل سميك للموظفين. هنري فورد كان تيشوف ان الزياده في الاجور تتحسن من مستوى عيش الفرد، الشيء اللي تيزيد في الانتاجيه اوتوماتيكمون. فورد كان مهووس بالفعاليه والسرعه في التنفيذ، ماشي هو اللي صنع نظام التجميع ولكن طوره وصلح كاع عيوبه. التجديد اللي دار نزل مده تجميع الطوموبيل من 48 ساعه ل 90 دقيقه فقط، ومع الوقت كاع الشركات تبنوا هذا السيستم وخدموا به. خدا وقت طويل باش الموظفين في الشركات الاخرين ياخذوا نفس الصالير ويخدموا نفس الساعات بحال موظفين فورد، ولكن النقابات خرجوا الزنقه، داروا الاضرابات وتكلاشاو مع البوليس حتى تحققت المطالب ديالهم. 1938 الرئيس روزفلت صنع على قانون فير ليبر اكت وتصادق على قوانين بحالو في دول اخرى. هاد السياسات جابوا الكونجي بي، كونجي مالادي، والكونجي دو ماتيرنيتي، ومنعوا تشغيل الاطفال. وما نحتاجش نقول لك بلي هاد الفتره كانت فيها حتى لاكسيون، الرجال جاوا من الملل من خدمه لوزينات وقالوا اجي ندورو لبعضياتنا، ومادام بدينا علاش ما نديروهاش جوج المرات. في الحرب العالميه الاولى والثانيه حتى الجنود راه كانوا تيتخلصوا شي بركه، دونك كان عندك هاد لو شوا، تنضم للجيش الا ما عجبتك الخدمه من داكشي اللي ذكرت قبل، وعندك الرغبه والقابليه تقتل الناس بالجمله بلا ما تعاقب. بلاش عاوتاني تتسائل واش الطبقه الكادحه في القرن 19 حسن منك، وعاوتاني الجواب هو نعم، حيت في داك الفتره الوليدات الصغار دار قانون تيمنع تشغيلهم. انت لونفون انتيغي ديالك باغي غير يبقى في الدار يقصر فيفا، وانت جرو مع 7 الصباح قجو بكرافطة وتتسنى منه يكون ستابل ايموشنيلمون. بما ان لاباز ديال الاقتصاد ولات هي الكونسوميريزم، التعليم العالي مهد لك الطريق باش تشد بوست مزيان بسالير ما عمرو غيكفيك مهما تزاد. فواحد الفتره كانت 9 تو 5 في الجولدن ايج ديالها، كنتي الا زدتي شي سويعات ودرتي مجهود اكبر غتزادك في لابريم وترقى وتطلع، طلع في السالير، طلع للناس في راسهم، المهم غتطلع لشي بلاصه. دابا ولات متوقعه منك، تيتسناوك بكل وقاحه ديرها فابور. ولا تسلق السلوم ما عنده حتى علاقه بلا كاليتي خدمتك في الساعات اللي سنيتي اليوم في الكونترا، بل عنده علاقة غير مع الاستعداد ديالك انك دير خدمة فابور او تعطي على الحس هك بالك. اش تيتسمى الانسان اللي تيخدم فابور؟ عبد.
اشتي تسمى العبد اللي شد المشويطة إغاش. هاد الهبوط بدا مع تصاعد ثقافة الشركات، مع تزايد الطلب على عمال المكاتب، كل موظف ولات عنده بوزيسيون بيرو وآلة كاتبة. قبل كانوا البيروات غير إيليت الإدارة، البقية لتحت تيخبطوا في لوزين. مع الوقت تحيدت الآلة الكاتبة ووضع الكمبيوتر، ولكن بقيتي جالس في نفس الصناديق. انتشر هاد النموذج ولينا هو اللي تنشوفوه باختو في الواقع وفي الأفلام والميديا. تولى بالنسبة لينا هو الطريقة الوحيدة باش تدار الأمور وهو الاختيار الآمن. اللايف ستايل ديالنا كامل ولا بروغرامي مع 9 to 5. فوقاش تنعس وتفيق، نهارش دير لي كورس والميناج. حتى الناس اللي مخدامينش في هاد لي زوغيغ خاصهم يتأدابطاو معاهم. ما يمكنش دير مع صحابك تلعبوا ماتش نهار الخميس، خاصك تسناهم حتى الويكاند. ولكن الأزمات الاقتصادية والانفلاسيون اللي عاش الإنسان في هاد 100 عام الأخرى تتخلي عيد النظر في مدى أمان واستقرار 9 to 5. زيد عليها الشيفت في التكنولوجيا والإنترنت، خصوصا من بداية الكوفيد. هاد الفترة فرضت على الناس يديروا التيلي ترافاي، والزوم رومبلاصا سكايب. هادشي بدل الباراديغم عند بزاف الناس اللي كانوا تيعتبروا 9 to 5 من المسلمات وضروره. كاين دي سوسيولوج قال لك ان البيرو ما بقات عنده دا فالور اجوتي في عالم كونيكتي بانترنت. بعد الماناجرز قالوا ان الموظفين اكثر كفاءه وفعاليه الا خليتيهم ترونكيل. واحد الفئه لا باس بها تتبان ليها ان التكنولوجيا وانترنت غيدير 9 to 5 ليكيفالون تاع داكشي اللي دارت الثوره الصناعيه للثوره الفلاحيه. بالرغم انه من سالت ليبيديمي اغلب الشركات رجعوا الموظفين للبيروات، ولكن هذا ما تيمنعش انه تفتح واحد الباب وتحلوا العينين على امكانيات جديده. زيد عليها اقتصاد الجيج والفريلانس اللي ولات يناسب اكثر الشخصيات اللي ما عندهمش مع بنادم والباتري سوسيال ديالهم على قد الحال. الا شفتي جهه شركه تيك في سيليكون فالي غيبان لك كاين واحد التوجه او رجوع لما قبل 40 ساعه في السيمانه، ولاو باغيين يرجعوا يحيوا الكومباني تاون. حتى من ميستر بيست شرا ديور للخدامه ديالو باش يجمعوهم في نفس البلاصه. ممكن تكون هادي غير موجه ودايزه، وممكن تكون جالسه معنا، خصوصا الا تمعنتي في الموديل ديال موظف في امازون اللي السالير ديالو كامل تيصرفو نيت في امازون، تيشري منه التقضيه والترفيه وحتى التغطيه الصحيه. وما نساوش الانتيليجونس ارتيفيسيال، شحال هادي اي تكنولوجي جديده بنت محتاجه بنادم يخدمها. دابا ولات تتهدد بزاف ديال لي بوست. مع الوقت غادي نعرفو واش الانتيليجونس ارتيفيسيال غادي تزيد بنادم حريه واستقلاليه، ولا غادي تستعبدو اكثر من الفراعنه. عموما تيبقى السؤال مطروح، واش الانسان غيدرك شي نهار الحريه الماليه، ولا غيبقى يجري حتى ينشف موارد الكوكب وينقرض؟ كاين شي ناس تلمون تيكرو حياتهم تيبدا يجيهم الحنين والنوستالجيا الوقت ما عاشوش فيه. بحال ملي تتلقى شي واحد مبارطاجي تصويره شمعه وكاتب عليها ايام الزمان الجميل. منين جا الجمال؟ كي درتي شفتي الجمال في الظلام؟ سول اي انسان من العصور الوسطى واش يبدل معاك حياته، ما غاديش يتردد حتى ثانيه. وري غير جيلات والدولي برانجيلول ولا كليم، غادي تبان ليه اعظم من الكسندر الاعظم. داك الوقت كانت البكتيريا والجراثيم تتعرف الانسان، ولكن هو ما تعرفهاش. إيه ما كانوش واصلهم كلمه ستريس ولا تيعانيو منه. ما كانش عندهم لوبيزيتي حيت الماكله ما تجيش بالسهل بحالنا حنا اليوم، وما كانش عندهم احتماليات يتصابوا بسرطانات بسبب البروسيست فود. ما كانوش تيكميو ولا مدمنين على مواقع السنتيليفان. ايه عندنا امراض كتر منهم، تلمو سميات موجودين بنادم ولا تيضل يشخص في راسو غير من جوجل. ولكن عندنا اوسي علاجات كتر منهم. زيد عليها داك الوقت الا تزاديتي في شي طبقه حصلتي فيها، الطريقة الوحيدة باش تبدل لاكلاس ديالك هي الا تزاديتي لاباس عليك وطبتي فلوسك، اما الاكس كاع لا تحلم به. الانسان المعاصر اليوم عنده فرصة اكبر انه يدير الفلوس. نظريا اي واحد ممكن يولي مليونير، هي نظريا. ما تبعش المات ديال صحاب الدورات راه كانوا ادبيين. المسافة ما بين اللي لاباس عليهم والفقراء كبرات في الالف عام الاخرى. وبلغة الارقام الجاب اللي كانت ما بين النبلاء والبيزن داك الوقت اصغر من الجاب اللي بين كوبين جيف بيزوس اليوم ولا ايلون ماسك. ولكن تتبقى عندك فرصة باش ترفع مدخولك اكبر من اللي كانت عندهم. اليوم قصص النجاح موجودين في التيك، سبور، لاخ، الموسيقى، ستريمين، الاي كوميرس، تجارة في الحصة وزيد وزيد. بتوفر التعليم والخدمة ولو غير بسميق والانترنت راك بوزيسيوني حسن باش تطور من راسك وتزيد لقدام. اخيرا ما تنساش اخا دعاء العمل، يا ربي يموتوا كاع الشهرة يبقى غير تخزيام موا. وباش نساليو ونفرقوا هاد الجوقة راه الخضر شعل ساعة هادي والناس خرج لهم العقل بالكلاكسون. الا مازلت تقول سيتي ميو افون، سول راسك واش تفضل تمشي للكلينيك في القرن 21 تفتح على المرارة اللي فرقع عليك اللايف ستايل ديال القرن 21، ولا تكون عايش في العصور الوسطى الا جاتك غير لا ميغرين غيديوك عند الحشام يتقبلك راسك بالمسمار 10.
الى عجبتك لا فيديو دير لايك دير سبسكرايب دير اللي قال لك راسك.